وسط مدينة تعز تجري الاستعدادات للاحتفال بالذكرى 55 لثورة سبتمبر المجيدة، الذكرى التي مثلت بزوغ فجر الجمهورية اليمنية بعد الإطاحة بمشروع الإمامة. أبناء تعز يستعدون الآن بكل فرح للمشاركة والاحتشاد في أعياد ثورة 26 سبتمبر، لأن 26 سبتمبر مثل لهم الانعتاق من العبودية والرق وأذى عسكر الإمامة المتوكلية. هذا اليوم العظيم الذي شارك فيه خيرة أبناء تعز وخيرة أبناء اليمن وقدموا أرواحهم وأموالهم. هنا واحدة من القصص التي تسهم في هذا الجانب، حيث تمثل مبادرة الشاب محمد مارش نموذجا يجسد قيم الولاء للوطن، أقدم على عرض سيارته للبيع في مزاد علني من أجل المساهمة في ترتيبات الاحتفاء بهذه الذكرى الوطنية، خصوصا وأن مدينة تعز تعيش أسوأ ظرف تسببت فيه ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع. وجدنا تكريس الحوثيين لمفهوم الولاية في شهر سبتمبر العظيم. هذا حزب في نفوسنا وجعلنا نتحرك إلى الشارع. معقول أن يمر علينا سبتمبر بهذا الشكل؟ فقمنا بعمل مبادرة ذاتية عبارة عن هاشتاج دمتي سبتمبر التحرير. قمنا بإطلاق صفحة عبر الفيس، استهدفنا تغيير البروفايلات بصورة 26، نزلنا بأكشاك للشوارع، استهدفنا مدرسين تاريخ يفهموا الناس ما معنى سبتمبر ومعنى المناضلين، التواصل المباشر مع الجمهور، وجدنا داعمين ولكن بإمكانية صحيحة، فاضطرينا إلى عرض مزاد على السيارة كون السلطة المحلية والجهات الرسمية لم تتحرك. لم يكتفي محمد بعرض سيارته، بل ذهب إلى دعم مبادرة شبابية أخرى قامت بتأسيس أكشاك متواضعة في شوارع المدينة، تعمل من خلالها على عرض صور أبطال سبتمبر والتعريف بهم للمجتمع، وهي طريقة لتزويد ذاكرة الجيل الحاضر بتاريخ تريد الجماعة الانقلابية طمسه. من أرادوا سرقة الجمهورية لا يعلمون بأنهم بعثوها مجددا في نفوس هذا الجيل، وكذلك ستظل. وما قصة محمد ورفاقه سوى دليل دامغ على أن هذه المشاريع لن تمر مهما حاولت التمدد. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.